خلينا نكمل كلامنا. وطبعا احنا دايما برنامجنا يعني الطفل بيكون ليه نصيب كبير قوي قوي في الكلام عندنا وفي الفقرات وفي الاخبار، فطبعا عايزين نقول لكم خبر كده عن الاطفال. حب وتعلق الاطفال بالموبايل بقى امر صعب ومتعب وبيعاني منه معظم الناس في مختلف دول العالم، وشفنا تحذيرات كتيرة جدا بسبب الموضوع ده. وعشان كده جريدة وول ستريت قالت ان في اتجاه داخل نيويورك لوضع تشريع بيفرض بيه على شركات التواصل الاجتماعي انهم يمنعوا توجيه المحتوى للشباب الا بموافقه الوالدين. الحقيقه القانون ده مهم جدا ومن المتوقع ان يتم التصويت عليه خلال الاسبوع اللي جاي، وكمان هيتم حظر منصات التواصل من ارسال التنبيهات للاطفال خلال ساعات الليل دون موافقه الوالدين او النوتيفيكيشنز اللي بتجيلهم يعني بالليل. ولو نفتكر في شهر مارس اللي فات حاكم فلوريدا وقع على مشروع قانون بيحظر او يعني بيحظر على الاطفال اللي أعمارهم أقل من 14 سنة من استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي إلا بموافقة الوالدين. خلونا كده يعني نتناقش شوية مع دكتور سهام حسن أخصائي نفسي وتعديل سلوك عن أهمية القانون ده ولو تم تطبيقه على سلوك الأطفال. صباح الورد على حضرتك يا دكتور. صباح الورد عليك وعلى كل المشاهدين. خليني أعرف من حضرتك كده دكتور، يعني هل تطبيق قانون زي ده ممكن يساهم في تعديل سلوك الأطفال الأفضل ولا الممنوع مرغوب وده ممكن مثلا يسبب لهم نوع من أنواع الكبت؟ بصي جدا يعني أنا بشجع جدا القانون اللي اتسن ده ويا ريت إن احنا نطبقه في مصر وفي كل الوطن العربي، خصوصا إن بلاقي الأمهات لما بتكلم معاها في أي ضرر يخص الطفل هي جاية بتشتكي منه أصلا، بلاقيها بتقولي طب انا اعمل ايه، ما انا فاقده السيطره، زائد ان هم ما عندهمش حلول بديله يعملوها، فمش هقدر ان انا امنعه فيطلع ابني محروم. قدام مشكله مثلا هي جايه بيها، هنتكلم طبعا عن الاضرار، بتبقى عايزه اقول لك ان هو ولا حاجه، لا انا لازم امنعه يا فندم، يعني انا لو في ايد ابني مثلا حاجه خطر عليه، كوبايه فيها سم هسيبه يشربها؟ اكيد لا. فتخيلي برضو ان انت ماسكه جهاز بيدمر عقل الطفل حرفيا. يعني انا هاخد جزء من التقرير اللي انت قلتيه ان انا ممنوع استخدام الاطفال السوشيال ميديا تحت ال 14 سنه، لا هو ممنوع اصلا ان الطفل يكون معاه موبايل تحت سن ال 12 سنه. طب ما هو كده، انا اسفه بقاطع حضرتك، يعني هو كده ممكن ما يبقاش ابديتد، ما يعرفش ايه اللي بيحصل حواليه، ما يعرفش ايه اللي بيحصل في عالم، ممكن يكون زمايله مثلا او اصحابه سابقينه بكتير ان هم عارفين حاجات هو مش عارفها، ما احنا لو منعنا مش ضامنين ان كل الناس هتمنع. طيب خليني هرد عليك بجملة واضحة وصريحة، أنا هيهمني ابني يعرف إيه في العالم تحت 14 سنة أو 12 سنة، زائد إن أنا محتاجة إن أنا أفعل التواصل المباشر ما بيني كأب وأم وابني، ما أنا ممكن أنا اللي أقول له، يعني أنا اللي أقول له إيه اللي بيحصل في العالم، أو إن أنا أخصص وقت يقعد فيه ابني مثلا لو في أي برنامج توك شو مثلا أو أي في أخبار يقدر إن هو يتابعها معايا. او ان انا اقول له مثلا ده انا قريت النهارده مقال، وفعل التواصل ما بيني وما بين ابني. احنا مفتقدين ده، انت لو دخلتي على اي اسره هتلاقي كل حد فيهم في ايده الموبايل، مفيش ما بينهم حوار، وبرجع بعد كده اشتكي ان ابني بدات الفجوه بيني وبينه تزيد وما بيحكيليش على حاجه وما اعرفش اي حاجه عنه، وكل اهتماماته هي على الموبايل. فبالتالي تحت سن ال 12 سنه يعني مش هيضره ان هو يبقى معاه تليفون متوصل يعني مش عايزه تليفون فيه انترنت، انا تليفون بس صغير عادي اقدر ان هو لو خرج ان انا ابقى يعني متابعاه، انت فين، وصلت، مش عارفه ايه، عنده رحله، الكلام ده كله. ولازم المدارس هي كمان تبقى بتشارك الاسره في ده، يعني في مدارس كتير بتقول لك ممنوع اصطحاب التليفون داخل المدرسه، اوكي حلو جدا حلو جدا، يا سلام، عشان ما حدش يقول اشمعنى، اللي هو الجزء الثاني من كلامك اللي هو احنا انا بس ده داخل المدرسة، خارج المدرسة أنا إزاي هعرف أسيطر عليه إن هو ما يعرفش أو ما ينفعش يستخدم مثلا الموبايل أو التابلت أو كده، هعملها إزاي أو الأهالي هيعملوها إزاي؟ طيب بصي خلينا نبقى متفقين اتفاق، في دراسة أو دراسات كتير جدا اتعملت من جامعات أوروبية وأمريكية وألمانية بتقول لك إن تحت سن 8 سنين الطفل يتعرض للسوشيال ميديا أو للموبايل عموما ساعة واحدة في اليوم، موبايل أو أي شاشة إلكترونية فوق الثمان سنين لحد اعمارنا احنا ساعتين في اليوم، والساعه او الساعتين مش هياخدهم دايركت، هي هتبقى مقسمه. طب احنا هنيجي بقى في جزء تعديل السلوك، هنقول ايه؟ ان انا بره البيت انا قاعد مع ابني في العربيه، قاعدين في مطعم، قاعدين في نادي، ممنوع استخدام الموبايل، حبيبي التليفون معاك في جيبك او معاكي في شنطتك، احنا قاعدين بنتكلم. بصي على اصحابك، قومي العبي، قومي شاركي في انشطه جماعيه، ان انا ما تنسحبش
حياه ابني الواقعيه عشان هو قاعد بيتابع العالم اللي فيه ابديت. مستحيل ابدا ده يحصل. جوه البيت انت ليك كل مثلا الساعتين دول مقسمين، كل مره نص ساعه. قوم مثلا ذاكر شويه وخد الموبايل في البريك نص ساعه، قوم مثلا ساعدني في انشطه جوه البيت وخد الموبايل نص ساعه. يعني وهكذا. يبقى في وقت معين للموبايل ووقت هو بينجيج في اكتيفيتيز مثلا او انشطه داخل البيت او الاسره او كده. طب حضرتك ذكرتي انه من ضمن السلبيات ان الفجوه اللي ممكن تحصل بين الاسره مثلا وبعدها بين الطفل واهله، ايه تاني ممكن يكون من السلبيات؟ الطفل يعني ممكن يتعرض لمخاطر عامله ازاي لو هو مثلا ادمن السوشيال ميديا؟ تيجي نعد مع بعض؟ يلا اتفضلي. اولا الجزء اللي بيأثر على مهاراته العقليه والجزء اللي بيأثر على سلوكياته وحياته الاجتماعيه. الجزء اللي بيأثر على حياته او مهاراته العقليه رقم واحد تأخر في النمو اللغوي. لو الطفل اتعرض للشاشات تحت سن الثلاث سنين يبقى رقم واحد تأخر في النمو اللغوي، تأخر ومشاكل في التركيز والانتباه، وقد يحدث مشاكل في الحركه. اوكي، اللي هو بعد كده بيتم تشخيصه ADHD. تمام. بيكون مؤثر قوي وشديد وزياده في حده الاعراض للاطفال اللي عندها اوريدي توحد. ماشي. رقم ثلاثه مشاكل بتدخلك بعد كده لما بيكبر الطفل عند سن السبع سنين، صعوبات تعلم. ده بقى في الجزء العقلي. تعالي نروح للجزء السلوكي. رقم واحد الانطوائيه، لان الطفل بيحصر نفسه حوالين شاشه وبيتفادى المواقف الاجتماعيه اللي بياخد منها خبره. رقم اثنين اضطرابات في التواصل الاجتماعي اللي هي المبادرة والإقدام وتكوين الصداقات والعلاقات. رقم ثلاثة أنا عندي سلوكيات فيها شذوذ وانحرافات سيكشوال نتيجة أن بيقعدوا قدام محتوى مفتوح غير مراقب من الأهل أو الإعلانات اللي بتيجي فواصل للفيديوز أو للمواقع الخاصة بالسوشيال ميديا عموما. رقم أربعة انسحاب من اي مواقف فيها خبرات اجتماعيه، فبلاقي الطفل معرض ان هو يكون ما عندوش ثقه بنفسه وشخصيه حساسه. ده بيأثر عليه في طفولته اللي هي بتكون بعد كده مرحله المراهقه ومرحله الشباب. فبلاقي المراهقين اللي مهزوزين شخصيتهم والمراهقين اللي انا عندي معاهم مشاكل سلوكيه الاهل جايين بيها بعد ما كبروا نتيجه ان اي انا عندي بنوت عندها 15 سنه عندها مشاكل بالكون، لان هي من وهي عندها 9 شهور الام كانت بدات تسند ظهرها بتقعدها قدام قنوات وقدام الموبايل. بتقولي انا كنت بجيب لها محتوى تعليمي. البنت عندها تاخر لغوي 15 سنه بقول لك وعندها تاخر طبعا لغوي. يعني مخاطر كتير جدا، واعتقد ان هي محتاجه حلقات ومش بس صحيح. يعني مداخله طبعا، وبدعوا حضرتك ان احنا لازم ان شاء الله نعمل فقره ونتكلم عن ده بشكل مستفيض. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سهام حسن اخصائي نفسي وتعديل سلوك، شكرا جزيلا.